أحسن الله إليكم. يقول: عندنا بعض الحقول المتروكة ونجد فيها بعض الأشجار ما زالت تثمر لكنه لا مالك لها، هل يجوز لنا الأكل منها؟ إيش؟ هل يجوز لنا أكل منها؟ إيش يوجد؟ عندنا بعض الحقول المتروكة. بعض إيه؟ بعض الحقول إيه؟ المتروكة. إيه؟ ونجد عليها بعض الأشجار ما زالت تثمر. لا، هذه لصاحب الأرض، هذه غلة أرض لصاحبه. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يجوز لك تدخل ملك أحد إلا بإذنه. نعم.